اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، تكلم عن اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بمنتخبنا الاولمبي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. وحشنا، بقالنا كتير ما تقابلناش. الاهلي بقى، الاهلي لما بيغيب الدنيا كده ما بيبقاش لها طعم بصراحه. تمام، ان شاء الله قريبا جدا نعود الى مباريات النادي الاهلي. اولا انت بتقول لي لسه في تشكيل او احتمال يعني يكون هو تشكيل المنتخب الاولمبي. بيلعب المنتخب بيلعب ب 3-4-2-1 في حراسه المرمى. 3-4-2-1 تمام. حراسه المرمى محمد صبحي حارس نادي الزمالك، الثلاثه اللي ورا اسامه جلال، احمد رمضان بيكهام، احمد ابو الفتوح. الباك اليمين عمار حمدي، الباك الشمال عبد الرحمن مجدي، الاثنين اللي في النص اكرم توفيق وناصر ماهر، على اليمين جناح يمين صلاح محسن، جناح شمال رمضان صبحي، وقدام مصطفى محمد. 3-4-2-1. مش ملخبطه شويه الدنيا كده يعني؟ هو نفس الوديه الاخيره. عمار حمدي ممكن يبقى عبد الرحمن مجدي اللي بيلعب باك رايت على فكره، مش عمار حمدي. لا هو لعب في الوديات كده، في الوديات كان يعني الوديه الاخيره بتاعت اللي هي جنوب افريقيا نفس التشكيله بالظبط، يمكن اختلاف فيها بس ان هو يعني هو حط ناصر ماهر. ناصر ماهر بدا ان هو يدخله كارتكاز تاني جنب اكرم توفيق، لان هو برده كان عنده مشكله في عمليه التحول من الحاله الدفاعيه للهجوميه، فدفع بناصر ماهر. هو بصراحه عنده الحته ديت والملكه دي، ولكن حته عبد الرحمن مجدي باك شمال دي مش قوي يعني، مش مفيد. اعتقد ان هي مش هتبقى مفيده، نتمنى طبعا ان هي تكون مفيده للمنتخب النهارده. عبد الرحمن مجدي لما بيلعب جناح في النادي الاسماعيلي دايما بيحتاج ان هو يخش للعمق ويخش عشان يشوط. معلش قول لنا التشكيل مره ثانيه. الثلاثه محمد صبحي، يعني التشكيل محمد صبحي حارس نادي الزمالك، الثلاثه اللي ورا اسامه جلال مدافع انبي، احمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجله. احمد ابو الفتوح مدافع سموحه، دول الثلاثه اللي ورا. اليمين الباك اليمين عمار حمدي اللي هو لاعب النادي الاهلي، الباك الشمال عبد الرحمن مجدي لاعب النادي طيب الاسماعيلي. لغايه هنا مش شايفين ان في يعني عمار حمدي باك رايت؟ هو لاعب كل الوديات عمار حمدي باك رايت. هو طبعا عنده كريم العراقي، كريم العراقي بيلعب في النادي المصري ماشي بشكل كويس، بيلعب كونفدراليه عنده خبرات، ولكن هو قد يكون ان هو عايز يستغل سرعات عمار حمدي في طيب لا خلينا نقول بقى ده تشكيل انت كنت متوقعه، لكن خلينا نقول التشكيل الرسمي لمنتخبنا الاولمبي. معلش مره واحده واحده، محمود محمد صبحي في حراسة المرمى، أسامة جلال، محمد عبد السلام، وأحمد رمضان بيكم، كريم عراقي وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح، ناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح، رمضان صبحي ومصطفى محمد وصلاح محسن. ده الأقرب، ده واضح. ده الرسمي يا محمود مش كده؟ محمود ده الرسمي. إذن ده التشكيل الرسمي لمنتخبنا الوطني الأولمبي. سيبكم قبل الدكتور أحمد كان بيقول كده هو بيلعب بثلاثة. خلينا نقول التشكيل مرة تانية معلش. هو كده بيلعب بثلاثة برضه. قول لنا التشكيل مرة تانية. 3-4-2-1. الحارس حارس نادي الزمالك محمد صبحي. تمام. الثلاثة اللي ورا أسامة جلال، محمد عبد السلام، أسامة جلال مدافع إنبي، محمد عبد السلام مدافع نادي الزمالك، أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة. تمام. يبقى دول الثلاثة اللي ورا. الباك اليمين كريم العراقي. مظبوط. اللي هو ظهير أيمن النادي المصري. الشمال أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر سموخ. صح. الاثنين اللي في النص أكرم توفيق وناصر ماهر. تمام. اللي قدام الثلاثة اللي قدام صلاح محسن على اليمين، رمضان صبحي على الشمال، قدام مصطفى محمد سترايكر. كده معدول. كده معدول كده أحسن من المباريات الودية. يمكن هو استفاد برضه من المباريات الودية، احنا حتى لسه كنا بنقول إن كريم العراقي هو افيد كباك يمين، ماشي بشكل كويس جدا مع النادي المصري، بيلعب في الكونفدراليه على عدلته، عكس لما يجيب لعيب زي عمار حمدي ويحطه في المركز ده. برضه احمد ابو الفتوح يمكن هو بيلعب ظهير ايسر افضل لما يجيب عبد الرحمن مجدي ويحطه كظهير ايسر. الثلاثه المساكين اللي ورا اسامه جلال، محمد عبد السلام، احمد رمضان بيكهام، ثلاثه هو كابتن شوقي غريب بيلعب بدفاع منطقه، بيلعب بثلاثه ورا، هيحاول ان هو المفروض بقى في طريقه زي دي تدي مساحه للظهيرين. يعني النهارده المفروض نشوف كريم العراقي و احمد ابو الفتوح يشتغلوا ويعملوا كرات عرضيه بشكل مميز، خاصه كمان ان صلاح محسن عنده ميزه التحول جوه منطقه الجزاء كراس حرب تاني جنب مصطفى محمد. دي هتدينا ميزه زياده. ميزه زياده لان انت كريم العراقي هيبقى فاتح. هو برده لما شاف في الوديات ان عمار حمدي قد يكون في الباك اليمين مش بنفس امكانياته زي صانع الالعاب، فدفع بكريم العراقي، خاصه كمان ان كريم العراقي مع النادي المصري عامل كذا اسيست في الكونفدراليه فماشي بشكل كويس. برده من الناس الخبراء في كره القدم، وبالتالي ممكن يكون لعب لعبه كده عشان الناس تبعد عن يعني حركه كده. والماتش اللي قفله على كل الناس ده هو اللي شاف فيه التشكيل الانسب من وجهه نظره. صح. وحته برضه عبد الرحمن مجدي اخر ماتش قدام جنوب افريقيا حطه باك شمال، المره دي لا احمد ابو الفتوح هو الباك ليفت، فدي برضه ممكن يكون كان طاهر محمد طاهر برضه قدام، هو لما اتصاب راح حط صلاح محسن في المكان ده كجناح يمين بالزبط. يستخدمه بحيث ان هو يحوله كمهاجم تاني، وفي نفس الوقت
هم عندهم مشكله منتخب مالي في ناحيه اليمين، في ناحيه الشمال الظهير الايسر، فعايز حط صلاح محسن يستغل المساحات اللي ورا الباك ليفت عندهم. فدي حاجه مهمه جدا. انت عندك قدام الثلاثه اللي قدام صلاح محسن ورمضان صبحي ومصطفى محمد. ولكن مصطفى محمد مهم جدا راس ماله العرضيات. مصطفى محمد تحديدا لازم عشان يشتغل مش بتاع هجمات مرتده، مش ما عندوش السرعات زي صلاح محسن وزي رمضان صبحي. فبالتالي لازم عشان تشغل مصطفى محمد لازم النهارده الباكين يشتغلوا بصوره ممتازه جدا، سواء كريم العراقي او احمد ابو الفتوح. دي حاجه مهمه جدا. وجود ثلاثه ورا هتسمح بانطلاق الظهيرين. برضو الفكره الجديده اللي عملها النهارده ان هو دخل ناصر ماهر جنب اكرم توفيق، حاجه مهمه جدا. يعني اقرب الى 3-4-3 او 3-6-1 او 3 يعني 3-6-1 زي الوديات. فهو وجود ناصر ماهر هو برضو كان يعني هو عالج بصراحه الاخطاء في الوديات بامانه. تشكيل النهارده تشكيل مميز، في يعني تشكيل مثالي شويه عن المباريات الوديه، عالج اكتر من حاجه زي ما قلنا الباك ليفت كان بيلعب عبد الرحمن مجدي، النهارده احمد ابو الفتوح. النقطه الثانيه الباك اليمين، مشكله الباك اليمين حط كريم العراقي. حراسه المرمى، حراسه المرمى كانت ثلاث حراس ما بيلعبوش. عارف لو كان مفيش باك كان قال لي كنت رحت، انا نفسي العب بس يلا. النقطة الثالثة هو دفع بمحمد صبحي كحارس مرمى. ليه؟ لأن محمد صبحي برضه هو اللي أخذ 20 دقيقة في آخر مباراة في النادي الزمالك، فبرضه ممكن يكون عنده حساسية في المباريات. أثبت ثبات يعني وثبات وأخذ الثقة. تمام. فبدأ يديله. العالج برضه مشكلة وسط الملعب، إحنا هو كابتن شوقي هيلعب على الدفاع المنطقة وهيلعب هجمة مرتدة. أيوة. وبالتالي أنت محتاج لعيب زي ناصر ماهر في وسط الملعب يقدر ان هو يشتغل كمحطه في وسط الملعب تحول لك الفرقه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعه جدا، مع وجود سرعات قدام زي رمضان صبحي في الشمال، صلاح محسن في اليمين، وقدام طبعا مصطفى محمد. الحاجه كمان ان هو الثلاثه اللي ورا بعد اصابه محمود مرعي، اسامه جلال واحد من اهم المفاتيح النهارده في الضربات الثابته. أيوة. مدافع انبي. أيوة. مميز جدا في لعب الضربات الثابته. كابتن شوقي غريب اللي تابع الوديات هيعرف ان هو بيمتاز باللعب على الضربات الثابته. طيب. والركنيه. خلينا نروح للارقام والاحصائيات اللي موجوده عندنا بالنسبه للكابتن شوقي غريب، نبدا بيه وبعد كده عشان يبقى احنا عندنا اللاعبين دول النجوم اللي موجوده ال11 اللي هيبداوا نقدر نتكلم عليهم بشكل. تمام. مفصل. كابتن شوقي نبدا مع كابتن شوقي. اتفضل. لعب 11 مباراه مع. تمام. المنتخب الاولمبي، كسب 6 اتعادل 2 خسر 3 احرز 18 هدف، معدل احراز هدف في المباراه 1.6. دخلت شباكه اهداف 10 في 11 مباراه، دي نسبه برضو كبيره ولكن معدل التسجيل اكتر. حافظ على نظافه شباكه 4 مباريات من 11. يمكن كابتن شوقي غريب هو دي نتائجه، يمكن هو خسر من هولندا 1-0، كسب امريكا 2-0، كسب ملاوي 2-0، كسب تونس 4، تعادل مع روسيا 1-1، والماتشين بتوع جنوب افريقيا اللي كان 1-0 1-1 قدام السعوديه، 1-0 لمصر، 4-1 لمصر، اوزبكستان ومصر، اوزبكستان كسبت 3-2 وكسبت 2-0. دي يمكن نتائج كابتن شوقي غريب. اعتقد ان هي نتائج جيده. جيده وان شاء الله النهارده يعني يمكن الرقم السلبي من وجهه نظري الوحيد الاهداف اللي دخلت في شباك منتخب الحاله الدفاعيه. الحاله الدفاعيه. ويعني مقبول بالطريقه اللي هو بيلعب بيها. مقبول خاصه كمان في السن الصغير. مظبوط. يعني انت بتدرب برده السن، وهو كابتن شوقي غريب متخصص في حته السن الصغير، يعني نجاحاته برده مع جيل 2002. مظبوط. فده برده متخصص في السن الصغير. ويمكن لو بصينا بقى على تشكيل مالي المتوقع. ايوه. تشكيل مالي المتوقع هم احنا هنا النهارده احنا بنلعب ب 3-4-2-1 او 3-6-1، هم بيلعبوا ب 4-3-3 او 4-1-4-1. تمام. دايما بيلعبوا ب 3 ارتكاز. التشكيل المتوقع ليهم ده برضو اللي لعبوا بيه في التصفيات، ما عدا اختلاف اثنين، في اثنين نجمين كبار بيغيبوا عن منتخب مالي في التشكيله النهارده. اللي هو امادو هيدارا بيلعب في لايبزيج الالماني، وسايكو كويتا، الاثنين دول ما جوش لان هم بيلعبوا في انديتهم. بالظبط. هم رفضوا. في انديتهم في اوروبا، وبالتالي دي فرصه كبيره لمنتخب مصر النهارده ان هو يستغل غيابهم. دول من اثنين من افضل اللاعبين مع منتخب مصر. هم احسن اثنين اصلا. او افضل اثنين. احسن اثنين في مالي، ومعاهم المهاجم ابراهيم اكوني اللي هو الخطير قدام. يمكن حارس يوسف كويتا بيلعب في الحارس الوحيد المحترف في المجموعه، بيلعب في جيرونا بي الاسباني. الاثنين المساكين فيليكس كاماتي ويوسف تراوري، يوسف تراوري بيلعب في اولمبيك خريبكا المغربي، فيليكس كاماتي بيلعب في اولمبيك المالي، دومبيا بيلعب اللي هو الباك اليمين بيلعب في دجوليبا المالي، وهم دول الاثنين الوحاد اللي من مالي في التشكيله. الباك اليمين والمساك اليمين. المساك اليمين ابراهيم كاني. ده بيلعب في الدوري الاوكراني اللي هو الباك ليفت. اليو ديانج طبعا نجم النادي الاهلي واغلى لاعب في القيمه التسويقيه في تشكيله مالي، قيمته التسويقيه 800,000 يورو، اغلى لاعب في تشكيله مالي بعد غياب اللعيبه اللي هم الاكثر اهميه في بالنسبه يعني اللي محترف في المانيا واللي محترف في اسبانيا.
نيجي بقى للاثنين اللي قدامه، هو قوتهم في وسط الملعب. قوه مالي في خط الوسط، سواء اليو ديانج، سواء ابو بكر تراوري بيلعب في ميتس الفرنسي، او موسى باكايوكو بيلعب في ادانسبور التركي. تمام، ثلاثه مهمين جدا في وسط الملعب بيمتازوا بالتسديدات. يعني لو جبنا حتى اول حاله فنيه معانا هنلاقي ان اليو ديانج واحد من اخطر المفاتيح. النهارده اليو ديانج بيواجه اكرم توفيق، نجم النادي الاهلي بيواجه نجم النادي الاهلي. طبعا اكرم توفيق معلق جونه ولكن هو لاعب النادي الاهلي. دي حاجه مهمه جدا. النهارده اللي هيتفوق في وسط الملعب، ويمكن كابتن شوقي غريب حط ناصر ماهر جنب اكرم توفيق عشان عارف ان منتخب مالي، لما ذاكر منتخب مالي عارف. بص حضرتك منتخب مالي اهو بيمتاز بالتسديد من بره، اداء اليو ديانج عندهم حته التسديدات وقوه وسط الملعب ممتازين بيه جدا، وبالتالي كان مهم النهارده وجود ناصر ماهر واكرم توفيق جنب بعض. بيلعبوا ابو بكر تراوري، اليو ديانج، موسى باكايوكو، ده تسديدات قوه وسط الملعب. الاطراف عندهم علي مالي، ده دخل كجناح يمين مكان يوسف كويتا، وتدينا بيلعب في البوسنه والهارسك. المهاجم بقى هو الخطير ابراهيم اكونيه. لو عرضنا الحاله الفنيه الثانيه، ابراهيم اكونيه اهم لاعب دلوقتي في تشكيله مالي. المهاجم ابراهيم اكونيه اللي هو رقم 10 بيلعب بقدمه اليسرى. تمام، بيلعب في الدوري النرويجي. بص حضرتك اليو ديانج لعبها له، بص السرعه، بص سرعه التحول والتسديد، سرعه التحول من الدفاع للهجوم عند ابراهيم اكونيه اخطر لاعب عندهم. فانت بالتالي النهارده لما بتلعب بثلاثه ورا انت بتقفل العمق بشكل كويس جدا. يعني كابتن شوقي غريب النهارده بيلعب بثلاثه ورا عشان يقفل العمق، سواء محمد عبد السلام او اسامه جلال او احمد رمضان بيكهام. وبالتالي ابراهيم اكونيه محترف في الدوري النرويجي، اخطر لاعب في منتخب مالي النهارده. خلاص يبقى نروح من اخطر واحد لمنتخبنا، من منتخب مالي، ونعمل مقارنه كراس حربه وراس حربه ما بين مصطفى محمد وابراهيم اكونيه. يمكن النهارده، يمكن الموسم ده مصطفى محمد لعب 8 مباريات في جميع المباراة في بدايه الموسم، يعني سجل 5 اهداف. ابراهيم اكونيه لعب 25 في الدوري النرويجي، سجل 7 اهداف وعامل اسيست. تمام، ده اخطر لاعب زي ما قلنا رقم 10، ركز معاه النهارده، اللي هو ابراهيم اكونيه. خلينا نروح لرمضان صبحي وعلي مالي جناح منتخب علي مالي ده هو اللعيب اللي جابوه يحل محل سايكو كويتا. علي مالي محترف في الدوري التركي، ده اللي بيلعب جناح يمين، لعب الموسم ده 8 مباريات، مسجل هدف وصنع هدف. تمام، رمضان لعب 4، مسجل في الدوري 3 وعامل اسيست. طبعا رمضان هو قيمته التسويقيه 5 مليون يورو، هو الاعلى في المجموعه كلها، منتخب مصر في المجموعه، يعني سواء مصر او مالي او الكاميرون او غانا هو الاعلى. هو الاعلى طبعا رمضان لعب في هيدرسفيلد، لعب في ستوك، لكن علي مالي لعب في واتفورد ولعب في اودينيزي الايطالي، برضه عنده الخبرات. خلينا نروح لا اتفضل. هم يعني هم مش جايين مثلا بالناس اللي هي يعني مش اللي بتلعب في الكلاس ايه في اوروبا، ولكن جايين بالصف يعتبر اللي هو ايه الدرجه الثانيه في اوروبا، يعني الدوري النرويجي، الدوري الاوكراني، الدوري السويدي. لان الباقي رفض ان هو يجي مش عشان حاجه، يعني هم لو عليهم كانوا عايزين يجوا بالتشكيله الرئيسيه اللي يقدروا يلعبوا بيها. ولكن طبعا خلينا نروح لمنتخبنا الوطني ومقارنته مع منتخب مالي بالنسبه لوسط الملعب. اليو ديانج واكرم توفيق لاعبه النادي الاهلي، طبعا اكرم توفيق المعار لنادي الجونه. يمكن اكرم توفيق بيتطور بشكل كويس السنه دي في الجونه في حته التسديد على المرمى. النهارده اكرم توفيق لو سدد اعتقد هيكون سلاح مهم جدا. الناحيه الثانيه اليو ديانج بيلعب في النادي الاهلي وبرده عنده ميزه التسديد، ولسه عارضين له فيديو للتسديد. اكرم توفيق القيمه التسويقيه ليه 200,000 يورو، اليو ديانج 800، يمكن 800,000 يورو. يمكن اليو ديانج لعب في الدوري في الموسم ده مباراه واحده ما جابش طبعا ولا هدف، اكرم توفيق لعب 4 واخد كارت اصفر. يمكن النهارده دول يعتبروا الاثنين، ده كساحه الالغام بتاع منتخب مصر وده كساحه الالغام بتاع منتخب مالي. فاللي هيتفوق اعتقد ان هو هيدي وسط الملعب لصالح بلاده، سواء ديانج او اكرم توفيق. اخر حاجه معانا احمد توفيق، احمد فتوح انا اسف، وابراهيم كانيه، باك ليفت وباك ليفت. الباك ليفت احمد فتوح بيلعب في نادي سموحه، قيمته التسويقيه 300,000 يورو، يمكن القيمه التسويقيه قريبه. ابراهيم كانيه محترف في الدوري الاوكراني، قيمته التسويقيه 400,000 يورو، لعب 8 مباريات ما صنعش ولا هدف. احمد فتوح لعب 3 مباريات صنع هدف واحد، ده برده هتفرق ان الباك ليفت زي ما قلنا النهارده ان الاطراف هتعمل عامل دور مهم جدا. يمكن قوه وسط يعني مالي خطورتهم في وسط الملعب، التحول من الدفاع للهجوم، وابراهيم كونيه اللي هو المهاجم اللي بيلعب في الدوري النرويجي واحد من اخطر اللعيبه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاولمبي في هذه المباراه الصعبه زي ما قلت لحضراتكم، وهي اللي هتفتح الباب ان شاء الله للمباريات القادمه. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد، وان شاء الله نلتقي بعد نهايه هذه المباراه باذن الله، وبالتوفيق باذن الله لمنتخب مصر. شكرا جزيلا للدكتور احمد ثابت. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هلتقي بثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن احمد بلال، النجم الكبير الكابتن اسامه حسني، بعد هذا الفاصل.